مساء الخير عن جديد من الاو تي في، ومثل ما كنا قلنا انضم لنا بهذه الاثناء العميد ركن الطيار المتقاعد اندري ابو معشر. اهلا وسهلا فيك أهلا فيك. عميد. كنا شوي عم نحكي تحت الهواء، رح خليك تعيدهم كلهم فوق الهواء. بس بداية بدنا نعزي عبر حضرتك المؤسسة العسكرية كمان باستشهاد العسكريين اليوم بالاعتداءات الإسرائيلية، ومنا المرة الأولى وما بعتقد رح تكون الأخيرة يعني للأسف. ما الذي يقوم به الإسرائيلي اليوم؟ نحن عم نشوفه على أكثر من محور، محاولات تقدم، بيقول أنه احتل بلدات، فجأة نكتشف أنه صار خارج الحدود. بده يتقدم ولا ما بده يتقدم؟ بده يحتل بالجنوب ولا ما بده يحتل الجنوب؟ خصوصي كمان الاشتباك اللافت خلال هيدي اليومين مع قوات اليونيفل بارح واليوم. إذا بتسمحي لي أرجع أقول أنه الله يرحم كل الشهداء وخاصة شهداء الجيش اللبناني، بنقول أنه قدر الأبطال الشهيدة، إنما حلم اللبنانيين يعيشوا بكرامة وبسلام ويعيشوا مرفوعي الرأس. هذا حلم وبيستحقوا أنه اللبنانيين يعيشوا بسلام ويعيشوا بكرامة. بموضوع ما يجري في جنوب لبنان، هو حروب إبادة، حروب تهجير، تشريد، جرائم ضد الإنسانية. ما عاد الموضوع أنه تحقيق أهداف عسكرية، نحن اللي عم نشوفه هو استعراض عسكري عم يستثمره نتنياهو ليزيد شعبيته داخل المجتمع الإسرائيلي، يزيد سيطرته على الكابينت ويقدر يسيطر على المعارضين. وما عدنا شفنا أي تأثير لجالنت أو بيني جانس. عم يستثمر هالمشهد العسكري لابتزاز حتى الإدارة الأمريكية لكسب التأييد العسكري أو السياسي أو الاقتصادي أو حتى الدعم الشخصي لنتنياهو. هلأ الأهداف اللي أعلنها نتنياهو أنه بده يحققها بجنوب لبنان هو ضمان أمن المستوطنات وعودة المستوطنين، ونحن بنعرف أنه هذا الهدف غير قابل للتحقيق، لا يمكن تحقيقه. يعني اليوم بغزة وحتى بالضفة وحتى بالأراضي المحتلة، أي مقاتل بيحمل رشاش وبيعمل عملية استشهادية أو بيعمل بيؤدي إلى إلحاق الضرر أو تهديد أمن المستوطن. لذلك القول أنه الأعمال العسكرية اللي عم بيحاول يعملها نتنياهو ستؤدي إلى تحقيق الهدف السياسي، نحن بنقول لا. حتى لو نجح على مستوى العمليات العسكرية، لو نجح عملياتيا، هذا النجاح العملياتي سيؤدي إلى فشل استراتيجي، لأنه ما في ترابط ما بين الأهداف العسكرية والأهداف السياسية. هلا على مستوى العملية العسكرية، هو بدنا ناخذ المشهد كيف بلش من 7 تشرين او 8 تشرين لغاية التاريخي. طوال الفترة اللي سبقت 27 ايلول كان نتنياهو يقول انه هو لا يمانع الحل الدبلوماسي لتطبيق ال 1701 وابعاد حزب الله جنوب الليطاني، وهو سيذهب الى الخيار العسكري. بعد 27 ايلول شفنا انه هو راح الى الخيار العسكري، على الخيار العسكري يفضي الى حل دبلوماسي بابعاد حزب الله جنوب الليطاني، وانما اليوم نحن صرنا اقرب الى الحل العسكري لفرض الحل الدبلوماسي بقوة السلاح. لذلك اليوم نحن عم نشوف المشهد أكثر دموية، أكثر فتكا وأكثر دمارا. إلى جانب ذلك يعمد نتنياهو أو الجيش الإسرائيلي، جيش العدو الإسرائيلي، تدمير قدرات حزب الله الصاروخية، تدمير منظومة القيادة والسيطرة، اغتيال القاضي، استهداف المراكز القتالية. هذا على مستوى المعركة ككل. أما بالجنوب حصرا، وهون بدي اقول انه احنا حسب مشاهداتنا وقراءاتنا التاريخيه، انه ما يجري في الجنوب لا يؤشر الى غزو بري واسع تقليدي مثل ما نحن بنعرفه، انه بتتقدم الفرق والالويه وبتجتاز مناطق واسعه بتوصل الى اهداف مرحليه على اعماق 5 الى 10 الى 15 كيلومتر ضمن مهل زمنيه محدد. اللي عم نشوفه هو استثمار بالفرص. هو يحاول الجيش الإسرائيلي يحاول استطلاع بالنار، يعني معرفة أماكن تمركز مقاتلي حزب الله، طبيعة عملهم، طبيعة تمركزهم، وسائل القتال المعنيهم، المحاور الأقل خطورة الممكن يتقدم عليها. وهون هو يستثمر النجاح على الأماكن أو الممرات اللي بيلاقي أنه فيها عدم ممانع أو مقاومة قليل. لذلك نحن ممكن نشوف أنه في توغل بري، في توغل قد يكون توغل بري محدود. لما بنخطط للعمليات العسكرية بنقول نحن ما هو العمل الذي سيقدم على فعله العدو بهذه المعركة؟ ومنقول ان احنا عادة ندرس خيارين، خيار الأكثر احتمالا
بنقول الخيار الأكثر خطورة ومنخطط على أساسهم لمواجهة أو مقاومة أو الدفاع وفقا لها الخيار. أنا بنقول نحن أنه باعتقادي وقد أكون يعني ما يكون دقيق التحليل، إنما عم نحكي علوم عسكرية، باعتقادي العمل الأكثر احتمالا للعدو الإسرائيلي هو عمليات محدودة، كر وفر، دخول تدمير المراكز القتالية، شل القدرات حزب الله، تدمير قدرات حزب الله، عملية محدودة دخول ثم الخروج من دون الحاجة إلى الغزو البري التقليدي. قد تصل عمليات محدودة إلى الحدود الشمالية مع سوريا، يعني لتدمير مراكز. بس هيدا بنكون صرنا ب يعني أف قديش بده يكون عامل إنجازات جنوبا وبيروت مس بالضرورة أنه هالعمل العسكري يكون هو غزو بري، ممكن إنزالات، ممكن إبرام، يعني ممكن كتير، ممكن كتير. نعم، العمل الأكثر خطورة هو إذا أراد العدو الإسرائيلي الدخول بغزو بري وصولا إلى الليطاني أو قد يصل إلى الأولي أو قد يصل إلى بيروت. وهنا هون بنقول نحن موضوع الغزو البري هو حسب الفرص المتاحة، لذلك إسرائيل تستثمر بالفرص المتاحة وتطور عملياتها وتتكيف مع وتستثمر النجاح بالعمليات العسكرية. هذا العمل هو أكثر خطورة لأنه سيؤدي إلى تدمير هائل للقرى وتهجير وأضرار جسيمة وشهداء، سيسقط العديد من الشهداء. وهذا بمعزل، أنا ما عم بحكي إذا المقاومة رح تنجح بالصد ولا ما رح تصد، عم نحكي عن المخطط أو البلان كبلان. العمل الأكثر خطورة هو لن يبادر إلى اعتماد هذا الخيار إلا إذا توفرت الظروف له، لأنه إذا احتل جنوب لبنان هو لا يستطيع البقاء فيه، هو سيتكبد خسائر فادحة. يعني التجارب السابقة أظهرت أنه لا يمكن البقاء، يعني حتى لو دخل واحتل هو ما بيقدر يعني يستمر ويدافع عن مراكزه بشكل سهل، سيكون من الصعب الاحتلال واستمرار. يعني اليوم عم نحكي عن مشروعية المقاومة، يعني اليوم إذا فات يرجع بيحيي المشروعية طبعا. عم نحكي عن المشروعية الوطنية للمقاومة، هي جوهر هذا، جوهر الموضوع، جوهر الصراع. عدم احترام إسرائيل لسيادة لبنان ولاستقلال لبنان وسلامة أراضي، هذا الموضوع هو الموضوع الجوهري. وأي حل لا يرتكز على معالجة جذور المشكلة يلي هي النوايا العدوانية للعدو الإسرائيلي على الاحتلال الأراضي والتوسع وتهديد سيادة لبنان بحرا وبرا وجوا، هذا جوهر الإشكالية، هذا جوهر الصراع. إذا ما بلشنا فيه أي اتفاق أو أي حل دبلوماسي سيكون باطل، لأنه لن يتعرض إلى الحل الدائم للمشكلة. عميد، كتير مهم اللي حضرتك عم بتقوله، ولكن كل ما يحصل اليوم أمام عين الأمم المتحدة اللي يفترض إن هي عم بتكون راعية لسيادة دول، كرامة الدول بموجب القوانين الدولية، بغزة لم يحترم أي شيء، بلبنان ما عم يحترم أي شيء، وبالتالي على مين التعويل اليوم إذا نحن بدنا نكون عم نتكل على منظمة أممية حتى جنود عم يتعرضوا للاعتداء الإسرائيلي؟ وبالتالي إيه الإسرائيلي بيقدر نتنياهو يقول إنه حدود لبنان الأول، بيقدر يقول نحن بدنا نحتل، بيقدر يقول بدنا نعمل مستوطنات وما حدا بيرده. أكثر من هيك، في مرشح رئاسة بأمريكا اسمه دونالد ترامب قال إنه إسرائيل صغيرة بحجمها، يعني هي داعي لتوسيعها، كمان معه غطاء قد يكون أمريكي إنه توسع قد ما بدها، مين بده يوقفه؟ هذا هو جوهر، كان ايضا جوهر الموضوع، انه اليوم بيعتبر نتنياهو انه هو جورج بوش الابن بعد احداث 11 ايلول، وبيعتبر انه هو يمتلك مشروعيه الذهاب بحروب استباقيه وزعزعت الاستقرار بالمنطقه على قاعده انه هو يترأس قياده محور الخير بوجه محور الشر، وهو سيذهب الى رسم خارطه شرق أوسط جديد وإقامة نظام جديد مقرون باحتمالية تغيير أنظمة. يعني قال بدون مواربة، قال هو يسعى إلى تغيير الأنظمة. لذلك
هيدا المشهد بكل زيت، وهو رسالة للبنانيين قبل غيرهم، أنه هذا هو العدو وما حدا رح يوقف بوجهه إلا اللبنانيين بوحدتهم الوطنية وبتوافقهم على أنه الخيار الصحيح هو خيار مقاومة العدو الإسرائيلي. إنما كيف هو كمان هاي المقاومة بتكون سبيل لتمتين الوحدة الوطنية وليس إلى تفتيت الوحدة الوطنية. مقاومة العدو الإسرائيلي اليوم هي موضوع خلاف جذري بين اللبنانيين، لأنه حتى عم تشوف في أطراف لبنانيين بعز هذه المعركة تدعو إلى نزع سلاح حزب الله وتسليم سلاح حزب الله بغض النظر عن مشروعية ما يطالبون به، ولكن اليوم بخضم هذه الحرب هل يمكن الحديث بهذا الموضوع عميد؟ رح أرجع فوت معك على الجبهة مباشرة، بس تنحسم هذه النقطة، قادرين اليوم نقول لطرف عم بيقاوم الإسرائيلي أنه بدك توقف تقاوم ونروح على حل دبلوماسي بوقت الإسرائيلي حتى ما يطرح دبلوماسيا عليه بطل قبلين فيه صار عم يطالب أكثر؟ في إشكاليات بهالموضوع لازم نعالجها ونحكي عنها لنفهم أنه شو طبيعة الصراع وكيفية المواجهة. يعني قلنا نحن أول شيء الصراع هو مع العدو الإسرائيلي، لذلك اليوم قبل ما نحكي بأي شيء يجب وقف إطلاق النار، قبل ما نحكي عن المقاومة وقبل ما نحكي عن أول شغلة لازم تصير هي وقف إطلاق النار. دماء اللبنانيين كل اللبنانية هي غالية وعزيزة، ولازم يوقف هذا حمام الدم، وبعدين بنقعد بنحكي بنشوف شو الخيارات السياسية والدبلوماسية وحتى الوطنية. هذا بالمطلق. اثنين، بدنا نأكد إنه العدو هو عدو واحد لكل اللبنانيين وليس لفئة ما بين الأخرى. ثلاثة، حق المقاومة هو حق مقدس مكرس بميثاق الأمم المتحدة، حق الدفاع عن النفس هو بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة بتقول أنه بحق الفرد أو الجماعة الدفاع عن نفسه بوجه أي عدو هجوم مسلح. ولبل أكثر من هيك بيقول أنه على الأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال قامت هالدولة أو هالجماعة بأي تصرف وبتوقف عندما تبادر الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة. مثلا اليوم إنه شفنا بالأمس التعرض لقوة اليونيفيل. قوة اليونيفيل وأنا وداخل على الاستوديو شفت إنه الرئيس بايدن بيعمل تصريح إنه بيطلب عدم التعرض. هيدا تهديد لكرامة الأمم المتحدة، تهديد لسلامة الأمم المتحدة والعاملين فيها، لمصداقية الأمم المتحدة. لا يمكن أنه القبول بهيك موقف وتهديد مباشر لمصداقية الأمم المتحدة. يعني كان يفترض أنه يجتمع مجلس الأمن بشكل فوري ويأخذ قرار فوري بردع إسرائيل أنه أنت ما لا يجوز التعرض لقوات اليونيفيل. هي قوات حفظ السلام، إذا سقطت قوات حفظ السلام ولم تستطع الدفاع عن نفسها، كيف بدنا نقنع اللبنانيين أنه إيه فينا نحن نتكل على الأمم المتحدة وعلى قوات اليونيفيل؟ أكثر من هيك، حتى 1701 بيقول أنه هل يحق لليونيفيل استخدام السلاح أو استخدام القوة المسلحة؟ بيقول إيه تستطيع وفقا للفقرة 12 من 1701، بيقول أنه في حالات يمكن لليونيفيل اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية نفسها، للدفاع عن مواقعها، لوقف أي تهديد مباشر للسكان وأي تعريض لمهمتها من القيام بمهمتها. هيدا عم بيحكي بيقول اتخاذ الإجراءات المناسبة. من حوالي أسبوع بترجع بتصدر الأمم المتحدة بيان توضيحي، لأنه قال في حديث عن 1701 وحبت توضح، وبتقول أنه بسؤال بتقول هل يحق لليونيفيل استخدام السلاح كعبارة؟ بتقول نعم يحق وفقا للبنود اللي والحالات اللي بنحكي. يعني قوتين اليونيفيل بالأمس واليوم كانوا بيقدروا يستخدموا السلاح للدفاع عن نفسه. طبعا. ليش ما استخدموه؟ لأنه حتى اليونيفيل عم بتقول قعدوا بالملاجئ، لانه ما في قرار بالاشتباك، ما في حدا بيحميهم. يعني اليوم للاسف لان عم نحكي انه هيدا خرق لسياده الامم المتحده وليس لسياده لبنان، هيدا خرق للميثاقيه والمصداقيه. لذلك اليوم الامم المتحده مطالبه اول شيء هي تدافع عن نفسها وعن مصداقيتها لبعدين تقنعنا انه ايه هي جاهزه للدفاع عن اللبنانيين. ما اذا بدك تيجي تقولي للشعب بالجنوب وتقولي له نحن بدنا نسلم امرنا للامم المتحده، بتلاقي بقول لك انه يا اخي سوري لمين عم بتسلم نهايهم ما قدروا حميوا حالهم. ستنا في كثير مؤسسات سقطت، اول مؤسسه سقطت هي الاعلام، وبدي اعتذر منك لاقول انه لما اسرائيل اغتالت مراسلي رويترز
وما حدا تحرك، حتى رويترز نفسها ما تحركت. عرف نتنياهو انه ما في حدود للي ممكن يعمله، واللي عم نشوفه اليوم هو لانه تقاعس الرأي العام الدولي والأمم المتحدة وكل المعنيين بالدفاع عن الحق بالعيش الكريم وبالدفاع عن الحق بالنفس ووقف هالحمام الدم ووقف هذه المسيرة اللي لن تنتهي عند حدود أي لا ليطاني ولا أولي ولا بيروت وصولا للشام ووصولا إلى طهران. عميد، مثل كأنه حتى الأمم المتحدة يعني يمكن عدم المشروعية لما قام به حزب الله هو أنه هو من أطلق الجبهة ب 8 أكتوبر، مع العلم أنه أطلقها من أراضي لبنانية محتلة بغض النظر إذا التقييم، ولكن هيدا يمكن اللي سحب منه المشروعية وجعل من الأمم المتحدة غير قادرة أن تدافع عن لبنان بالطريقة. ما بدي برر، بس هيدا قد يكون التبرير عندهم. شوفي، في نحن ناخذ خيارات استراتيجيه مع الوقت يا بتبين صحتها من عدم صحتها. قد يكون هذا الخيار اللي اتخذ به ب 8 تشرين قد يكون من الخيارات اللي لم تخدم فكره المقاومه ومشروعيه المقاومه، ومع الوقت تبين انه كان ممكن انه يتاخر القرار. او انا بدي اقول اكثر من هيك، يعني شيلي موضوع انه فتح جبهه الاسناد. العدو الإسرائيلي من 27 قرر الذهاب إلى إيران، واعتبر أنه ما قامت به حماس هو بدعم مباشر من إيران، وعلى إيران دفع الثمن. وللوصول إلى إيران عليه القضاء على حماس، القضاء على حزب الله، القضاء على المقاومة بالعراق وعلى الحوثيين، لا يقدر لما بده يروح على إيران يكون كل هذه القوى تم تحييدها بشكل أنه ما ترد على إسرائيل بلحظة مهاجمة إيران. لذلك موضوع أنه اليوم نحن ندفع ثمن 8 تشرين قد يكون مش صحيح، لأنه كان الموضوع حاصل بغض النظر عن اللي صار. هلأ لأعطيك كمان مثل، يعني اليوم مثلا السلطة الفلسطينية، قد تكون السلطة الفلسطينية لا تمانع ما يحصل في غزة على الرغم من هول، وأنه هذا ما حمي السلطة الفلسطينية أو الضفة من الهجمات. صحيح. ومن أكثر من هيك، يعني بنشوف النظام السوري لم يؤيد بشكل مباشر أو لم يدعم بشكل مباشر موضوع الحرب بغزة، وموقفه كانت شوي يعني من السياسية أكثر ما أنه، ولم توفر منخرط وما وفرت إسرائيل أي فرصة للحق الفصائل. صحيح. لذلك اليوم موضوع أنه حزب الله ب 8 تشرين أخطأ أو أصاب، أنا باعتقادي بغض النظر عن اللحظة كان سيستهدف عاجلا أم آجلا. إنما كمان من سيأتي يوم يتم فيه تقييم نتائج جبهة الإسناد، اللي أنا برأيي لم تؤدي الغرض منه ولم تؤدي إلى إعادة التوازن. يعني ما سمحت لحماس بعدم السقوط، هذا السقوط المدوي. يعني اليوم نحن الإسرائيلي اشتاح غزة، بعد في برفح، ما قضي على حماس، إنما المساندة وجبهة المساندة لم تحمي قطاع غزة من التدمير. وحتى يعني بنقول اليوم وما حميت لبنان، ما عملت جبهة. صحيح. نحن كنا بنينا الاستراتيجية على أنه الصواريخ، القدرة الصاروخية ستحقق توازن الرعب والردع بشكل أنه لن يبادر، لن يقدم الإسرائيلي على فعل ما فعله، على قاعدة أنه سيكون الرد قاسيا وموجعا. لغاية تاريخي ما شفنا أنه في إعادة ترسيم في ردود تماثلية، يعني ما كان تماثل الرد اللي عم بيكون جبهة. عم نحكي التقييم ما حصل. كل الناس عم تسأل ليش لم يحصل هذا الأمر، لأنه عميد يعني عدم الرد بالشكل التماثلي على الإسرائيلي أدى إلى استباحة، أدى إلى تجرؤ إسرائيلي بشكل كتير كبير. شفنا عمليات البيجرز، اللاسلكي، اغتيالات القاضي، تباعا وصولا إلى السيد حسن نصر الله. وبالتالي الإسرائيلي اليوم رح يعتبر حاله عامل مش بس إنجاز، رح يعتبر حاله واضع لبنان تحت سيطرته بالجو، ما بعرف بالبحر شو صاير، حتى بالبر هناك قطع لشرايين أساسية يمكن بيعتبرها أمداد لحزب الله. وبالتالي حزب الله لماذا لم يتخذ هذا القرار بالرد؟ يعني كان السيد نصر الله وصلنا لمطرح عم نقول المدني بالمدني بعد ما شفنا لليوم انضرب مدني. هل القرار لم يكن في يوم لدى حزب الله هو قرار استخدام الصواريخ الاستراتيجية
لم يكن في لبنان من الأساس؟ أكثر من محور حضرتك طرحتيه وبدنا نجاوب عليهم كلهم. أولا قد يكون الحزب الله تعرض لخديعة سياسية. بأي معنى؟ بمعنى أنه بلحظة بدء تطور العمليات العسكرية بلبنان كان هناك مناخ أنه نحن قادمون على وقف إطلاق النار، ومن الطبيعي إذا في احتمال لوقف إطلاق النار أنه كل القوى تبادر إلى التحفظ أو الامتناع عن التصعيد على وقف إطلاق النار، يكون هو المؤسس لنصر يعني محور الممانعة. يعني مجرد أنه يقبل نتنياهو أنه يعلن وقف إطلاق النار، هذا خسارة استراتيجية وتاريخية له. لذلك كان من غير المبرر أنه تروحي إلى تصعيد بالوقت اللي كان في إعلان عن وقف إطلاق النار، حتى صار فيه على الشاشات التلفزية أنه سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وأنه لمدة 21 يوم. بعتقد هذه كانت خديعة سياسية للأسف ما استغلتها إسرائيل وباشرت وعملت الضربات تبعها من جهة. من جهة تانية قد يكون حجم وتلاحق وفداحة الضربات اللي تعرض لها حزب الله بشكل أفقدته قدرته على مكثف بوتيرة سريعة. طبعا كان مكثف وكانت سريعة، وكانت يعني اغتيال السيد حسن نصر الله هذا حدث مجلجل، يعني انه كان من الصعب انه يقدر الحزب يتخطاه بسهولة. هذه من جهة. من جهة ثالثة ما بعتقد انا انه يعني اليوم لما اذا في قدرة متبقية على الرد بالحجم اللي يوازي اغتيال السيد حسن نصر الله كان يفترض انه يظهر شيء ما. هلا بالفترة الأخيرة رجعنا نشوف أنه وكأنه في استعادة لزمام المبادرة، استعادة لا حتى اللي قاله السيد نعيم قاسم أنه تم إعادة ترسيم الهيكلية التنظيمية والقيادة للحزب، تم إعادة تمكين الوحدات من العمل بشكل فعال، وقد يكون هناك ترابط في منظومات القتال والقيادة والسيطرة. هون بدي أقول أنه يمكن قد أحد الأسباب تعرض حزب الله لهذه الضربات هو تحول من العمل المقاوم الكلاسيكي اللي نحن بنعرفه إلى عمل يشابه عمل الجيوش، مما اضطر أنه يكشف قدراته التنظيمية حتى لما شارك بعدة حروب. أدى هذا الانكشاف طريقة عمل، طريقة تنظيم للقتال، معرفة منهم القادة، أماكن تمركزهم، طبيعة عملهم، هيدا سهل كشفهم. هلا لما بتحكي عن مواجهة ما بين جيش وجيش، الغلبة عادة بتكون لمن يمتلك التفوق التكنولوجي والتفوق الجوي والسيطرة الجوية. لذلك اليوم عم نرجع نشوف انه المقاومه رجعت استعادت الميزه والمفاضله تبعها هي بالعمل الميداني والقتال خلف خطوط العدو ونصب الكمائن والاغاره وامتلاك زمام المبادره بتحديد الزمان والمكان واسلوب القتال وهدف القتال للاشتباك مع العدو. وهون بدي ارجع اقول انه هيدي لحالها هي عظمة المقاومه واهميه المقاومه وقدره المقاومه اكثر من اي صاروخ باليستي او غير باليستي. لذلك نحن بنقول اليوم على المقاومة ترجع إلى المقاومة من الأراضي اللبنانية دفاعا عن الأراضي اللبنانية فقط، ليكون إلى المشروعية الوطنية وإلى القدرة العملياتية، وكل الشعب اللبناني راح يكون ولاها ويدعمها. هون عم نحكي حكما ضمن استراتيجية دفاعية تم الاتفاق عليها. بس عميد لما نحكي عن المقاومة أو حزب الله قدر استعاد زمام المبادرة اليوم، قادر بريا بالتقييم من دون أكيد ما نحسم، حدا بيقدر يحسم الميدان، ولكن باللي عم بتشوفه حضرتك خلال هذا الأسبوع، لأنه كمان رجعنا عم نشوف في حيفا عم تتأذى، في تل أبيب عم تتأذى، مع العلم ما عم نقدر نعرف كتير من الجانب الثاني حجم الأضرار، هل بتعتبر أنه قادر يحدث الفرق بشكل أن يعيد، ما بدي أقول توازن الردع، ولكن أن يعيد بعض عناصر القوة للبنان لا يفاوض ويرفض ما لا يمكن له أن يحتمله؟ لأنه كتير اليوم عم نحكي بمشاريع تحضر وإعادة تكوين سلطة بما يريدها الإسرائيلي، وحتى اليوم في كتير ناس بلشت تحكي باتفاق 17 أيار جديد. صحيح. شوف نحن بنقول أنه على حزب الله أن يثبت
جدية وفاعلية وصحة ودقة الخيارات الاستراتيجية اللي أخذها. يعني اليوم بقول أنه أنا قادر ألحق الأذى بالعدو الإسرائيلي بشكل أجبره على التوقف، على يثبت هالأمر هيدا بالمرحلة القادمة، لأنه لا يمكن أن يكون أنه خيار النصر على العدو هو مبني فقط على عدد الضحايا والمجازر التي ستحصل. يعني نقول أنه نحن من خلال سقوط المزيد من الضحايا من نستثير الرأي العام لينهض الرأي العام ويتحرك. أكثر من 45 ألف شهيد بغزة ما حرك لا رأي عام ولا حرك أمم ولا حرك حدا. لذلك التعويل على أنه سقوط المزيد من الضحايا سيكون هو الإكزيت استراتيجي تبعنا، بعتقد هذا أمر بده إعادة درس. اثنين، قد يستطيع أو قد لا يستطيع حزب الله وقف أي تقدم محدود للجيش العدو الإسرائيلي. هذا لا يعني أنه خسر الأرض أو خسر المعركة، بيضل عمل المقاومة مستمر طالما في مقاومين موجودين بأرض المعركة. اثنين، لما بيكون الموضوع موضوع أنه ما بقى عنده خيار المقاتل سوى الاستشهاد، بصير إرادة القتال عنده أعلى بكتير مقابل العدو اللي جاي، اللي هو جاي ومتردد وبيعرف من 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 تجارب سابقة أنه مدى عزم المقاتل بحزب الله. ثلاثة، الإسرائيلي تعلم بال2006، من ال2006 عمل تقرير فينوغراد ودرس كل نقاط الضعف والثغرات وال 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 واليوم كل اللي عم يعمله بناء على الدروس المستقاة من ال2006. إنما بالمقابل حزب الله كان عم يبني خيارات تختلف إلى حد ما عن المقاومة التقليدية، راح إلى خيارات، إذا بدنا نقول خيارات تنظيم الجيوش أو المشاركة في حروب إقليمية. قد تكون هذا التدخل في الصراعات الإقليمية هو أحد الأسباب اللي عم تخلينا نحن قدام واقع مسدود، قدام حائط مسدود. نحن ما عم نشوف إنه في جهد دبلوماسي، ما عم نشوف إنه في جهد عربي، ما عم نشوف إنه حتى يعني اليوم بتقولي السلطة الفلسطينية غير متعاطفة مع حماس على الرغم من فداحة تتحين الفرصة. طبعا يعني بنقول نحن اليوم الخيارات السياسية الإقليمية قد تكون أحد أسباب التمنع الدول العربية عن بذل جهد أكبر لإيجاد حل دبلوماسي والتأثير على أمريكا. ما في شيء بيوقف نتنياهو إلا الولايات المتحدة أو الداخل الإسرائيلي. لغاية تاريخه وقلنا نحن نتنياهو عم يعمل استعراض عسكري لكسب المزيد من التأييد، واليوم عم نشوف استطلاعات الرأي عم تعطيه أكثر أنه هو القائد العظيم اللي ضمن أمن وأمان الإسرائيل إلى عقود قادمة، وحتى قدر سيطر على كل الوزارة تبعوله، وما في شيء رح يوقفه قلنا إذا في تحول بالمزاج الشعبي الإسرائيلي. وهون نحن بنقول أنه يفترض أنه إذا في فعلا قدرات صاروخية تأثر على الداخل الإسرائيلي من الضروري هلأ استخدامها حقنا للدماء. نحن ما عم نقول أنه من سقوط المزيد من الضحايا، بس نحن بهمنا أنه يشعر الإسرائيلي أنه الخسائر هي تفوق قدرته على التحمل أكثر ما أنه نحن قدام ممكن نلحق في ضرر. هذا هو جوهر الموضوع. في عنا عدم قدرته على التحمل والتأثير بالإدارة الأمريكية. كيف ممكن نحن نأثر بالإدارة الأمريكية؟ وأي متى ممكن نأثر؟ يعني الكل عم يحكي أنه ممكن نبلش نقدر نأثر بس يصير في رئيس، بس نعرف هوية الرئيس المقبل للولايات المتحدة. ضروري انتخاب رئيس، إنما الرئيس البرنامج وليس الرئيس التوافقي. عم بحكي عن أمريكا. أنه عم قول كيف بدنا نأثر عليهم، والبعض بيعتبر أنه ما منقدر نتعاطى معهم قبل ما يكون في رئيس على رأس الإدارة. هذا اللي عم يعمله نتنياهو عم بيحاول ابتزاز الطرفين، إن كان المرشح الجمهوري ولا المرشح الديمقراطي. قد يكون بالاتصال الهاتفي بالأمس حصل على ضمانات، إنه ضمانات قد تكون عسكرية أو اقتصادية وسياسية مقابل بعض التقييدات، يعني إنه عدم الذهاب إلى ضرب برنامج إيران النووي أو تأجيل الضرب إلى ما بعد الانتخابات، أو عدم ضرب المنشآت النفطية، لأنه
أمريكا لا تمانع القضاء على حماس، لا تمانع القضاء على حزب الله، لا تمانع تدمير القدرات النووية لدى إيران، إنما هي تستهيب إنه تحول الصراع في الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية، إلى تعريض حركة الملاحة والاقتصاد بالشرق الأوسط إلى مخاطر، ارتفاع أسعار النفط، تدهور سعر الدولار، مما يؤثر على الاقتصاد الأمريكي. وحده الاقتصاد الأمريكي بيأثر على الناخب الأمريكي. الناخب الأمريكي ما بيعني السياسة الخارجية، ما بيعني شو عم بيصير، بس إذا صار في تحول اقتصادي هذا ممكن يأثر مباشرة على الناخب الأمريكي. اثنين، وهذا هيجس عند المرشحين، يعني مش عند إدارة الديمقراطيين، مش الجمهور. طبعا. اثنين، يعني نحن بنتمنى إنه اللبنانيين حول العالم وبأمريكا خصيصا يعملوا الجهد الدبلوماسي لوقف إطلاق النار فورا، ويكونوا أكيدين أنه نحن رح نلاقي الحلول اللي هي بتضمن سيادة واستقلال لبنان، بتضمن قيام الدولة القوية بقواها المسلحة. يعني المؤسف أنه بعض يراهن على أنه ما تقوم به إسرائيل هو حل لأزمة لبنان، بينما هو أنا ما بشوفه إلا هو يؤسس إلى احتمالية نشوء صراعات أكثر دموية وحرب أهلية لا قدر الله ولا سمح الله، إذا أفضت هذه الحرب إلى كسر مكون من مكونات الأساسية بلبنان. عم نحكي عن هزيمة عسكرية مطلقة لحزب الله، إذا الخيارات مضافة إلى احتمال أن يكون في فتنة داخلية. ما فيك تقتلي شعب، ما فيك تقتلي فكرة، ما فيك تقتلي عقيدة، ما فيك تقتلي إيمان بدور معين، إنما هاي العمليات العسكرية بس تولد غبن وإحباط ويأس، هيدا بيرجع بيولد عنف، بدأ تعمل ردة فعل تانية. نحن خلال 30 سنة عملنا بعد 30 سنة من الحرب الأهلية عملنا اتفاق الطائف، أنا الأوان للعودة إلى كنف الطائف، ويكون هو إطار بيجمع الكل. بعده صالح طبعاً. عميد طبعاً. يعني اليوم اتفاق الطائف بعده صالح يرجع يلم شمل ما بعرف ما الذي سيتبقى من لبنان بعد صالح. هذه الحرب صراحة كل شيء صالح، إنما اللي فقد وقته أو مدته صلاحيته هي الإرادة الوطنية. ما عم نلاقي في إرادة وطنية عند كل الجماعات إنه الطائف هو أساس للعودة للطائف، العودة للدستور، تطبيق القرارات، الالتزام بالقرارات الدولية هو الخيار اللي عنا إياه نحن لنعمل خروج من الأزمة وإنهاء الصراع. عميد، يمكن شفت أموس هوكستين شو عاطي حديث لإحدى المحطات الزميلة بلبنان، بيحكي عن موضوع 1701 إنه هو أساس ولكنه ليس كافيا، وهيدي شغلة كتير مهمة. بيتحدث أكثر من هيك إنه لابد من جمع حكومة لبنان وحكومة إسرائيل على الطاولة. هلأ ممكن يكون عم يعني وساطة غير مباشرة، بس نحن اثنيناتنا بنعرف انه قد يكون المطلوب اكثر بكثير من هيك. يعني لما بنيامين نتنياهو بيقول 1701 ما عاد يكفي، يوصل ل 1559، بالامس بيقول اتفاق مستدام مع لبنان. شو بيقصد بالاتفاق المستدام؟ شو ترجمه الاتفاق المستدام مع لبنان؟ نحن كنا عم نقول انه قد تكون النوايا العدوانيه لاسرائيل قد تصل الى حدود اقامه واقع يحاكي زمن 17 ايار، يعني كسر فئة مكون من الشعب اللبناني. ما عم بحكي أنا، ما عم شبه على الإطلاق إنه حزب الله إلى الفصائل الفلسطينية حينها، إنما عم بقول اليوم نية إسرائيل الوصول إلى بيروت، قد يكون الوصول إلى بيروت لتدمير حزب الله ولخلق واقع جديد ولفرض نظام جديد قد يكون موالي لإسرائيل أو لا يعادي إسرائيل. لذلك نحن بنقول أنه الإطار الوحيد للسلام هو 1701، لأنه 1701 ببلش بأول فقرة منه أنه لبنان بيرجع لاتفاقية الهدنة 1949. يعني نحن ما بدنا نطبع
إنما نحن ما بدنا نضل كل يوم بدوامة عنف. اتفاقية الهدنة اتفاقية متوازنة بتفرض على الطرفين المعايير المتوازنة بالندية بالشروط المفروضة على فلسطين المحتلة وعلى لبنان. لذلك نحن بنقول إنه نحن بدنا نرجع لاتفاقية الهدنة، نحن ما بدنا نطبع مع إسرائيل. اثنين، واتفاقية الهدنة يا عفوا بتقول بحدود لبنان الدولية 1900 تزرع عم يتفضل. لا شو عطلت لك؟ لا بالعكس، هيدي نقطة مهمة، أهم نقطة. نحن ما هو هذا الصراع، هو الحدود الدولية. إذا إسرائيل تحترم الحدود الدولية نقطة انتهى، ما بقى في صراع. يعني هذا بده يقتضي أن تنسحب المزارع شبعة. أول شغلة بدها تعملها إسرائيل أي موفد فعلا عنده نية صابة، أو أي جهة دولية، أو أي جهة دولية فعلا عندها نية صادقة لا حل النزاع وحل الصراع، أول نقطة بدنا نبلش فيها احترام إسرائيل لسيادة واستقلال لبنان وانسحابها حتى الحدود الدولية المعترف بها. هلأ مزارع شبعة بنحكي عنها كيف حلتها وشو حلتها، بس أي إطار ما ببلش بها النقطة عبس تحاولوا فيه. كان وقتنا أساس بلش. لذلك نحن أي اليوم اجتماع أو أي لقاء بده يصير أو عم يصير، إذا ما ببلش بها النقطة وما بيعترف بحق مقاومة العدو الإسرائيلي طالما لم تنسحب إلى ما بعد الحدود الدولية، هذا اتفاق باطل ولن يؤدي إلى نتيجة، لأنه رح نرجع بعد 5 سنين أو 10 سنين إلى دوامة العنف. يعني عمليا ما فيك تطلب نزع سلاح من دون ما تكون انسحبت إسرائيل؟ طبعا. أوكي. طبعا. الحدود، النقاط الحدودية عميد كان هذا باكيج، يعني اليوم باكيج ديل، مش بالمفرق يعني بده يكون كله. ايه يعني اليوم ما احنا بدنا نقول انه في اطار للاتفاق بده يكون واضح. اولا بده يكون في ندية بالإجراءات. اثنين بده يحترم سيادة واستقلال لبنان. ثلاثة انه بده يكون يؤسس لحل مستدام. يعني اليوم اي حل ما بيعالج جذور المشكلة، هيدا تأجيل للصراع. يعني اليوم إذا ما بدنا نحكي فعلا بصدق الإشكالية وين كانت تصير صدق، نجي على 1701 وقف إطلاق النار على أنه بنوصل آخر شيء لحل مستدام للشرق الأوسط، ولا نرجع لل 425 و 680 و 1559 وحتى اتفاقية الهدنة، كلهم بيحكوا عن وقف إطلاق النار، بس لما بيجي الموضوع على معالجة جذور المشكلة بيوقف. إذا اليوم ما نحن يعني اعتبري اليوم حزب الله مش موجود، اعتبريه مش موجود خالص، يعني ما يعني سلم سلاح حزب الله ومش موجود واعتزل العمل السياسي، هل رح تتوقف إسرائيل عن التعدي على سيادة لبنان؟ بتفوت احتلال. إذا اليوم قلنا إذا اليوم صار في صراع ما بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، شو رح يكون موقف المخيمات بلبنان؟ رح تفوت إسرائيل وتضربهم. شو بنعمل ساعتها؟ بنروح نقف وراء الأمم المتحدة واليونيفيل بنقول لهم احمونا. يعني اعتبري حتى أكثر من هيك، اليوم حالة الصراع قد تكون منا مرتفعة ما بين سوريا وإسرائيل، بس أنا باعتقادي أنه قد يسعى نتنياهو للذهاب إلى تغيير النظام بسوريا، قد يكون عنده هذا الحلم. ضرب اللي عم بيصير، هو عم بقول أنا بدي أخلق واقع توصية. جديد بدي أخلق واقع جديد ونظام جديد، ممكن يكون هو يغامر أو عنده حلم يعمل. إذا صار في صراع بين إسرائيل وسوريا، شو راح يكون موقف النازحين 1.5 مليون سوري لبنان؟ هل رح يقعدوا على حياد أو رح يبلشوا بالصراع؟ لذلك نحن إذا ما بنعالج جذور المشكلة يلي هي الحدود، يلي هي اللاجئين الفلسطينيين، يلي هي النازحين السوريين، يلي هي سلطة الدولة وقرار الحرب والسلم بالدولة، إذا هو أربعة ما بنعالجهم كلهم سوا، بنكون نحن عم نأجل الصراع وعم نجيب رئيس يدير أزمة ويأجل أو يحضر لمرحلة تانية من دوامة عنف ومزيد من الضحايا. لذلك أنا قلت أنه هي باكيج، ما فيك تحكي عن نقطة بدون ما تحكي عن كل النقاط، وبده يكون حل متكامل عادل متوازن بيعالج جذور المشكلة يلتزم فيه كل الأطراف طبعا، مش إنه والله نحن جينا بدنا مفروض فرضا بدنا نقبل فيه كلنا سوا، وهذا هو ببلش هيك إطار الحل بده يكون. في بعد نقطة ثالثة؟ في كتير. خليني أروح لاتصال مع زميلنا جورج عبود، لأن بدي أرجع لنقطة مزارع شبعة كمان. كمان مهمة، بس زميلنا جورج عبود بعتقد في تطورات يبدو تل أبيب، ما بعرف صاير في إطلاق صواريخ من لبنان على تل أبيب. جورج كل تفاصيل لديك، تفضل. يعطيك العافية أنت وضيفك العزيز ومشاهدي شاشة على تي في.
من بعد كل ما أثير ونشر حول التوغل ومزاعم احتلال بلدة إدلب اليوم، أعلنت المقاومة الإسلامية منذ قليل بأنها استهدفت تحركات لجنود العدو الإسرائيلي بمحيط إدلب بأزيف المدفعية، كما تحركات لجنود العدو الإسرائيلي عند وادي فاطمة بأزيف المدفعية وتحقيق فيها إصابات مباشرة. الغارة التي شنت طيران العدو الإسرائيلي على بلدة تيرغوبا بصور استهدفت مسجد البلدة ومنزلا مجاورا مما أدى إلى وقوع إصابات. أما ببلدة البيسرية صايبة فأدت غارة معادية على منزل مأهول إلى استشهاد 3 أشخاص، هم جندي بالجيش اللبناني وطفل تبلغ من العمر 2 سنين وشاب بعمر 16 سنة، كما إصابة 3 آخرين بجروح وهم من عائلة واحدة. في المقابل أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن ذوي سفارات الأنظار بهرسينيا تل أبيب ومحيطها خشية من تسلل طائرات مسيرة، حيث بتشير المعلومات الأولية إلى إصابة مبنى على الأقل جراء سقوط مسيرة من دون اعتراض، كما انقطاع التيار الكهربائي بهرسينيا. وأعلنت بدورة يضيعات أحرانات عن ذوي انفجار بتل أبيب، كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن سكان غوش دان بوقوع انفجار واحد على الأقل بالمكان. بالتوازي أفيد عن ذوي سفارات الأنظار بمسقف عام بأصبع الجليل، حيث بتشير المعطيات الأولية عن رشقة صاروخية باتجاه تحشدات جيش العدو الإسرائيلي بانتظار بيان رسمي عن حزب الله. شكرا لك زميلنا جورج عبود على كل هذه المعطيات. يعني يبدو في شوية صور كمان. هيدي غارة على دورس بلبقاع بلبنان، يعني ما عم بتوفر في حجم الخراب والدمار كتير كبير. عميد، كنا عم نحكي عن مسألة مزارع شبعة وقلت لها وضع خاص لأنه هي أساسا يعني ضمت إلى القرار 242 المرتبط بالجولان وفي قانون بالكنيسة. هيدي كيف بده يكون الحل تبعها إذا بدنا نحكي عن حل جذري للمشكلة مثل ما حضرتك تحدثت؟ سألتيني إذا 1701 لازال قائما وصالحا. أنا بقول لك 1701 صالح وقائم وبيتضمن كل هالنقاط هيدي. ليه؟ لأنه بيحكي عن مشاكل الأساسية، إنما المؤسف لم تتم متابعة معالجة الأرقام. يعني بموضوع مزارع شبعة بيحكي أنه مع الأمم المتحدة 30 يوم لمعالجة هالموضوع. حتى بيذكر أنه 1701 أخذ علم بمبادرة الحكومة اللي بوقتها الرئيس السنيورة حط خطة من 7 نقاط ووافقت علي الحكومة مجتمعة، كان وقتها في ممثلين عن حزب الله وحركة أمل وافقوا على النقاط 7. بالنقاط السبع بيقول الرئيس السنيورة أو الحكومة بتطالب بوقتها أنه تنسحب إسرائيل من مزارع شبعة وتوضع مزارع شبعة تحت قوات الأمم المتحدة، يعني بصير نومانز لاند لحين انجاز ترسيم الحدود مع الجمهوريه العربيه السوريه. لذلك اليوم الطلب، يعني القول انه نحن نطلب من سوريا هي ترسم وتبعت قد يكون غير ممكن ميدانيا. يعني سوريا بتقول انه انا جاهزه ناقش هالموضوع بس انا بدي روح تقدر رسم وابعت الخرائط، بده يكون في امكانيه للوصول للاراضي. لذلك الحل اللي طرحته الدوله اللبنانيه انه تنسحب اسرائيل من مزارع شبعه، بتفوت الامم المتحده بتصير منطقه مش لحدا، يعني نومانز لاند، بصير في بعدين ترسيم اراضي نحن والدوله السوريه وبترجع الاراضي لملكيه الدوله اللبنانيه. هذا الحل مطروح من الدولة اللبنانية وموجود بال 1701، إنما مش موجود بهالتفصيل. لذلك علينا نحن طبعا 1701 بده تفسير، لأنه في نقاط لم تستكمل بعد وبدها تطوير وبدها، بس هو يشكل أرضية صالحة. ليه؟ لأنه كل العالم قبلت فيه، واليوم تقدر تعمل إجماع على إصدار قرار جديد يخالف بجوهره ال 1701 بعتقد من الصعب أساسا. مين بده يفاوض؟ ايه اساسا مين بده يفاوض من الجانب اللبناني؟ يعني حكومه بنعرف شو وضع الحكومه دستوريا سياسيا حتى امكانياتها الدبلوماسيه، انه عمليا ما في عندنا جهه صالحه تحمل مفاوضات. ما عندنا جهه صالحه قد يكون صحيح، بس هو الاساس هن الافرقاء المعنيين. هل في اراده وطنيه لرسم خارطه الطريق لانهاء الصراع والعودة إلى كنف الطائف
إذا فعلا في إرادة وطنية اليوم بنحط خارطة الطريق واضحة المعالم، واضحة المراحل الزمنية تبعها، واضحة المبادئ اللي بدها تستند عليها، واضحة الأهداف، واضحة الحالة النهائية وشو مطلوب من كل بكل مرحلة شو المطلوب. يعني اليوم بتقولي لي إنه بدنا ننتخب رئيس، أكيد نحن بدنا ننتخب رئيس، أكيد مصلحة وطنية نحن ننتخب رئيس، بس اليوم أول نقطة هي وقف إطلاق النار فورا، ما بيحمل تأخير. وكل تأخير ننتخب رئيس من دون وقف إطلاق نار يعني. طيب هذا أحد الإشكاليات، إنه اليوم قبل ما تحكي بشيء تاني لازم توقف إطلاق النار. قلنا بتوقف إطلاق النار على قاعدة إنه رح يصير في نقاش جدي حول الخيارات الاستراتيجية اللي بده ياخذها لبنان، اللي هي بتضمن بس سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، حصرية السلاح بإيد الدولة، الدولة هي السيدة القوية المقاومة، هي بتحط استراتيجية دفاعية وهي بتنشر الجيش وبتبسط الجيش على كل الأراضي اللبنانية وفقا لاتفاق الطائف، وفقا لكل القرارات الدولية، وفقا لل 1701. نحن بال 1701 كل بال 2006 الحكومة مجتمعة وافقت على 1701. كان الإشكالية الوحيدة هي مزارع شبع. يعني اليوم إذا منلاقي إطار مثل ما أقرته الحكومة بال 2006 أنه تنحط المزارع شبع تحت وصاية الأمم المتحدة، نحن رحنا على الحل البسيط والصحيح. يعني هون بدنا نشوف النية الأمريكية شو معقول يحمل، إذا بده يحمل شيء أموس هوكسين بمرحلة مقبلة أساساً، تنشوف إذا في حكي بوقف إطلاق النار. لازم نخلق مصلحة لدى الولايات المتحدة وخاصة الاتحاد الأوروبي، إنه إلكم مصلحة بتهدئة الوضع بلبنان، لأنه المخاطر المرتبطة بتطور الصراع هي كارثية على الولايات المتحدة وعلى الاتحاد الأوروبي. يعني اليوم نحن شفنا أنه ممكن أنه حالة بلبنان توصل إلى حرب إقليمية شاملة، ممكن توصل إلى انهيار الدولة ونصير نحن بحالة اللا دولة. يعني بصير في عندك قيام حركات أصولية إرهابية متشددة، بصير عندك حركات مقاومة أكثر، ممكن يتعرض الجيش اللبناني وحدات الجيش اللبناني للتدمير، ممكن وحدات اليونيفيل تتعرض للإصابة. هل بيحمل الاتحاد الأوروبي وأمريكا انهيار الدولة اللي هني عم بيعولوا عليها أنه هي سيكون لها الدور في اليوم التالي لتطبيق القرارات الدولية؟ مين بده يطبق القرارات الدولية إذا انهارت الدولة أو تم تدمير الجيش اللبناني؟ هلأ ما بعرف عميد إذا هني بيحملوها، بس بال2019 كتير رينا كمان أنه في بعض التوجهات لسيما لدى الولايات المتحدة الأمريكية أنه ليش لا منروح إلى انهيار كامل لهذه المؤسسات ونرجع منعمر لبنان من رماده. ما بعرف عن اي رماد. ما بعتقد هذا الخيار صحيح، لانه الولايات المتحده نفسها بتعرف انه بخلال حرب العراق بمهل 3 اشهر اعلنت النصر وانتهاء العمليات القتاليه. انما كان الخطا استراتيجي والخطا الكارثي هو بحل الجيش العراقي اللي اخذ معه 10 و15 و20 سنه ولغايه تاريخه لم تستطع بعد العراق الى اعاده بس سلطه الدوله كما يجب، وعم بتعاني بهالموضوع بسبب هذا الخطأ الكارثي. وهن اليوم وبسبب الاحتلال، يعني حتى وزير الدفاع الأمريكي أبلغ نتنياهو قال له ما تحولوا النصر العملياتي إلى فشل استراتيجي بسبب نية الاحتلال أو تدمير القدرات الدولة على القيام بمهامه. يعني الولايات المتحدة لم تعطي ضوءا أخضرا لإسرائيل باحتلال جنوب لبنان أو جزء من جنوب لبنان. هي ما عطت الضوء أخضر، إنما عطت تقييدات إنه أوكي نحن لا نمانع من تدمير قدرات حزب الله، إنه عليكم تحييد الجيش اللبناني، تحييد البنى التحتية، تحييد اليونيفيل. إنما بخلال مسار الحرب نحن بنعرف إنه الحرب بتتخلل الفوضى، الغموض، عدم اليقين، أضرار جانبية ما حدا بيقدر يتحكم إنه هالأضرار ما تصير، وقد يحصل أضرار كارثية بسبب عميد بدي أسألك كنت شوي عن إيران، ولكن في شغلة ضروري ما نقطع عليها. اليوم في مقالين بصحيفة الأخبار وخبرين مهمين جدا. ليش عم بطرح هذا الموضوع؟ حضرتك تطرقت إلى مسألة الرئيس البرنامج، بالمقابل عم نقرأ كتير عن مشروع الرئيس أو السلطة يلي بدهم إياها ربما الأمريكيين والإسرائيليين من خلفهم. كتير عم ينوضع الجيش اللبناني بشخص العماد جوزيف عون بمواجهة حزب الله. شفنا أكسيوس الأسبوع الماضي كيف طرح اسمه كمرشح للولايات المتحدة، فجأة اليوم
عم نشوف عميل إسرائيلي دخل إلى لبنان بصفة صحافي بريطاني أمريكي يرحل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد تدخل السفارة. بالمقابل في مقال تاني يقول أنه ضابط أو ضباط من السي آي اي كانوا عم يفتشوا بمطار بيروت الدولي، وكأنه الدولة اللبنانية صارت مجبورة تفتح كل بناها التحتية لتثبت للعالم أنه ما في أسلحة. هيدا وين يعني الموضوع، يعني عم يخدنا إلى موضوع فقد السيادة بشكل كلي صحيح. على أراضينا صحيح. نحن قبل ما نقول إنه شو بدها أمريكا، نحن علينا نقول نحن شو بدنا، علينا نحن نحسم أمرنا. إذا نحن لم نكن سياديين، يعني أنا في عندي كتير من الزملاء إنه نحن بدنا نكون سياديين، وأخي السيادة هي امتلاك القرار الحر بوجه كل الحلفاء وكل الدول. يعني مش مقبول انه يجي اي وزير خارجيه لاي دوله انه يجي يملي علينا او يفرض علينا شو نحن بدنا نعمل او شو اللي بيناسبنا او شو ما بيناسبنا، او من هو الرئيس او من هو المرشح او من هو الغير مرشح. نحن اذا ما كان في عنا اراده وطنيه لانتاج حل وطني، رح يضلوا الدول يستثمروا فينا لمصالحهم الشخصيه او مصالحهم الدوليه. يعني كل دوله تتعاطى مع بالعلاقة الخارجية من زاوية مصالحها الوطنية العليا. لذلك اليوم حتى إيران أو الولايات المتحدة أو أي دولة أو سوريا، كل الدول بتغلب المصلحة الوطنية العليا على أي مصلحة تانية. أنا الأوان للبنان أنه هو يدافع عن المصالح الوطنية. بس بيجوز نشوف هيدا المشاهد إن كان بالمطار أو بال مش مقبول هذا المشهد، مش مقبول. بس للأسف كل واحد بيوظف المشهد بالخصوم السياسية. يعني ما أجوا قالوا إنه لا عملكم يا عمي، لازم نحن نحط زيح، تعالوا نحن نتفق شو هي المصالح الوطنية. يعني نحن ما عملنا تعريف واحد للمصالح الوطنية. لما بده يجي رئيس بده يجي يدافع عن المصالح الوطنية، السيادة والحرية والاستقلال هذه مصلحة وطنية، وحدة الشعب والأرض والمؤسسات هذه مصلحة وطنية، العيش الرغيد للشعب اللبناني وكرامته هيدي مصلحة وطنية، الدولة القوية السيدة دولة القانون والمؤسسات اللي بتحترم الدستور هيدي مصلحة وطنية. هودي المصالح الوطنية لازم نحن ندافع عنهم. أي اتفاق أي مشروع أي رئيس ما بيكون برنامجه الدفاع عن هودي المصالح الأربعة بيكون جاي ليدير أزمة أو جاي ليكون هو صورة ضمن برواز. للأسف إن شاء الله ما نرجع نكرر اليوم. مع احترامي لكل المرشحين، لا مش بغض النظر ما عم نحكي عن أشخاص، نحن عم نحكي شفنا الرئيس القوي اللي إجا وما قدر عمل شيء لأنه ما في توافق، ما في إرادة وطنية، ما في برنامج، ما في خارطة الطريق للوصول إلى إنهاء النزاع، ما في إرادة وطنية عند الجميع. يعني اليوم حزب الله أو حركة أمل والقوات اللبنانية والتيار الوطني، كل الوطن الحر، كل واحد منهم ملزم أنه يحط الهواجس تبعوله على الطاولة ويتشاركوا ويعملوا قاسم مشترك يحددوا خارطة الطريق للسير بها حقنا للدماء وعدم الاستثمار السياسي. خطة استراتيجية مثل ما نقول. عميد باللي عم يعملوا الإسرائيلي اليوم في تقطيع أوصال واضح، يعني عم نشوف الغارات اللي عم تستهدف البقاع، عم نشوف محاولات الدخول من ميلة الجنوب، وكأنه في محاولة للأطباق على محافظة الجنوب إذا بدنا نقول. قطع الإمداد عن حزب الله أولا، هل ممكن ينجح هيك مخطط؟ ثانيا، هل حزب الله إمداده ينتظر وقوع المعركة ولا لا هو يفترض يكون جاهز استراتيجيا بمخزون يكفيه لخوض معركة مثل هذه المعركة إذا كان عم يتحضر له؟ أعتقد يفترض أنه يكون حزب الله نظم المراكز القتالية أو المراكز اللوجستية على بنسميهم نحن رعائل، في الحد الأمامي لحق للمعركة على الحدود، خلف منه في النساء الأول النساء الثاني، البقعة اللوجستية قد تكون في البقاع، إنما توزيع المسبق للعتاد اللوجستي لخدمة المعركة يفترض تكون موزع مسبقا. ولهيك قلت لك إنه المقاومة تشتغل بلا مركزية. عظيم. يعني مع اغتيال القاضي مش بحاجة المقاتل لوجود القائد حده لا يقدر يدير المعركة، هو عنده خطة مسبقة الإعداد، هو يعمل بشكل لا مركزي، هو يتحين الفرص إلى الانقضاض. هلا اللي عم تحاول تعمله إسرائيل هي مظبوط، عم تحاول تقطيع عزل منطقة الجنوب
منطقة كتير صعبة، يعني قد تكون من أعقد البيئة العملياتية بتاريخ الحروب العسكرية، يعني فيها الجبال، الوديان، السهول، البحر، الأودية، يعني والجبال الشاهقة، الممرات الضيقة، هذه كلها تصعب عملية الهجوم البري وتعطي ميزة تفاضلية للمدافع عن الأرض. ده هيك بنقول إنه نحن من الصعب إنه تقدر تنجح إسرائيل بسهولة، قد تتكبد خسائر فادحة، إنما إذا أرادت الدخول تستطيع الدخول وتمتلك القدرات للدخول، إنما هذا سيكون مكلف جدا وقد يفوق قدرتها على التحمل. بالمقابل على المقاومة إنه هي تصمد لتقدر نعمل التوازن لنرسي حل مشرف للبنان، بدل ما انه نحن نروح على حل مذل، حل استسلام، لانه نحن ما بنقبل انه لا تنكسر طائفه ولا ينكسر شعب ولا ينكسر بلد ولا نروح على التطبيع وعلى 17 ايار جديد. نحن بدنا حل عادل، حل يضمن كرامة وسيادة لبنان، حل يعطي الجيش اللبناني الدور الطبيعي. يعني كل هالأمور بدها تصير برضا كل الأفرقاء، ما ممكن يصير أي حل، شرط يصير تسليح مثل ما لازم للجيش اللبناني، في استراتيجية دفاعية، في رؤية واضحة. نحن وضعنا رؤية واضحة لكيفية دمج سلاح المقاومة بالمؤسسة العسكرية، هذه الرؤية واضحة وجاهزة للتطبيق، إنما تشترط إرادة وطنية للالتزام. هذا مين وضع قيادة الجيش؟ يعني الجيش اللبناني. نحن مركز الولاء للوطن للبحوث والدراسات. نحن شغلتنا نعمل أبحاث. الدراسات والتقارير، وعم نشتغل على خارطة الطريق لحل الصراع ولعودة الدولة إلى كنف الطائف، لانه نحن بنعرف شو هي الاسباب الخلاف، شو هي جذور الخلاف، شو هي الخيارات الاستراتيجيه اللي لازم نحن ناخذها كدوله لبسط سلطه الدوله على كامل الاراضي اللبنانيه وفقا لاتفاق الطائف. عظيم. عميد، السؤال الاخير، يبدو ما بعرف اذا بعد كثير رح يتاخر الهجوم الاسرائيلي على ايران، لانه بلشنا عم نشوف شوي تسارع بالاخبار. قبل شوي مصادر بتقول لسكاي نيوز عربيه انه قد يشمل الهجوم أهداف سيبرانية على لمواقع مهمة جدا بإيران. يعني يبدو الإسرائيلي تراجع عن مسألة ضرب النووي، استعادوا عنه الأمريكيين بعقوبات جديدة. كيف تقدر سيكون المشهد وقديه ممكن يتأخر برأيك هذا الهجوم؟ كله يتوقف على الثمن اللي دفعه الأمريكي. قلنا نحن بالاتصال الهاتفي صار مع الرئيس بايدن. قد يكون هناك ضمانات عسكرية، سياسية، اقتصادية، حتى ضمانات شخصية، ما بيل تقييدات انه ما بدنا اياكم تروحوا تهاجموا البرنامج النووي، ما بدنا تهاجموا منشآت النفطية، فيكم تضربوا الحرس الثوري، فيكم تضربوا منشآت قد لا تؤثر على الهيبة الإيرانية. وإضافة انه اعلن رئيس الوزير الدفاع، اعلن انه هن رح ينفذوا ضربات من حيث لا يدرون أو يشعرون، يعني أغلب الظن رح يكون سيبرانية. وسبقوا نفذوا ضربة يعني أدت إلى تعطيل المفاعل النووي من خلال صحيح. من خلال بث جرثومي سيبرانية. كل الاحتمالات، إنما ما بقى مهم شو هي الضربة، مهم هو شو هي الصفقة اللي حصل عليها نتنياهو. لذلك قلت لك هو بس يكون نتنياهو ولا حتى الجانب الإيراني حصل على شيء بالمقابل لما يكون في رد من بعده؟ ما هون الإيراني قدم مؤشر أنه هو جاهز للذهاب إلى خيارات أكثر اعتدالا، قد تكون من مصلحة المرشح الأمريكي. أنه اليوم إذا المرشح الأمريكي قدر عمل اتفاق مع إيران بهالمرحلة، هذا يعيد تصوير حاله أنه هو يملك أو يدير زمام إدارة العلاقات الخارجية. وهي النقطة اللي عم بركز عليها ترامب، انه الاداره الامريكيه والمرشح الامريكي لا يملك، المرشح الديمقراطي عم نحكي، ما عندهم حضور دولي، مش قادرين يتحكموا، وراح ياخذوا البلد الى او المنطقه الى حرب كونيه. هلا كل جهد يذهب باتجاه خفض التصعيد ووقف تدهور الاوضاع سيصب بمصلحه المرشح الديمقراطي. المرشح الديمقراطي ويصب بمصلحه النظام بايران، اذا عم نحكي ما بعرف هيك لنختم اليوم، ايران امام حمايه نظامها ام امام حمايه نفوذها؟ بعتقد اليوم امام حمايه النظام اكثر، لانه تيقنت ايران
من بعد اغتيال السيد حسن نصر الله أن لا مناص ولا مفر من الهجوم الإسرائيلي على إيران لضرب المنشآت النووية. هي تريد حماية البرنامج النووي اليوم علّه يكون الرافعة لتحقيق توازن رعب مع إسرائيل عندما يتم تطويره إلى قنبلة نووية. يعني هذا هو اليوم نحن خلينا نضمط بالبرنامج النووي ما نعرضه للخطر. يعني مصلحة إيران حماية برنامج النووي فوق أي اعتبار آخر، وهذا عليه يعرفه اللبناني. إذا خيرت إيران ما بين البرنامج النووي وما بين أي مصلحة أخرى ستفضل البرنامج النووي على أي خيار آخر. وهذا عم نقوله مشان يعرفوا اللبناني أنه بدهم يغلبوا المصلحة الوطنية قبل أي مصلحة أخرى. على أمل وعلى أمل اللقاء الجاي، ما بعرف بعد 5 نوفمبر إذا منكون بلشنا نشوف صيغة حلول. شكرا لك العميد ركن الطيار المتقاعد أندري أبو معشر على هذه التغطية معنا ومشاركتنا.